مساء الخير. أب طباخ الطين والعنب والعناب، هيك بيقول المثل. اجتاح الأعصار ياجي مدن شرق الصين والفلبين، حامل معه أمطار غزيرة وسرعة رياح تخطت 100 كيلومتر بالساعة، أدى إلى وفاة 3 أشخاص وعدد من المفقودين وأجلاء 200 ألف شخص خارج منازلهم. بالعودة لطقسنا صيفي حار ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة خلال النهار مع اعتدال بالحرارة على الجبال، خلال الليل الرطوبة عالية على الساحل عم تؤدي إلى خطيطة قوية على الجبال المتوسطة بفترة المساء، البحر متوسط الموج وحرارة مياهه 30 درجة. ليلة طقسنا غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون ضباب كثيف على المرتفعات خلال الليل وهبوب رياح ناشطة أحياناً ممكن تؤدي إلى ارتفاع بسيط بموج البحر. لبكرة الجمعة طقسنا شبيه باليوم، غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وخطيطة قوية على الجبال خلال الليل ورياح ناشطة أحياناً خاصة بالشمال. نسبة تساقط الأمطار بزحلة من أيلول حتى اليوم 504 ملليمتر، السنة الماضية 568 والمعدل العام السنوي 627. منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي راح تسجل الليلة على الساحل 26، على المرتفعات 23، بالبقى 15 والأرز 12 درجة. منبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي راح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 29 درجة وطرابلس 31، الأرز 24، العقورة 26، كفر دبيان 25، برمينة 29 درجة، 31 ببيروت، بيت الدين 27، والنبطية 28 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح الماء 30 درجة وسرعة الرياح تتراوح بين 15 و40 كيلومتر بالساعة، الرياح عم تكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الجمعة بتتراوح بين 26 و31 درجة، السبت والأحد بين 27 و32. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت بين 32 و47 درجة، القدس بين 20 و30، طرابلس بين 26 و32 درجة، وأثينا بين 22 و32. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.